السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الكرام، حياكم الله بكل خير. أحببت أن أشارك معكم هذه المعلومة. ما هو أرخص فورفي في المغرب؟ يعني أرخص عرض في المغرب، يعني إنترنت ومكالمة. بزاف ديال الإخوة كيعتقدوا بأن في المغرب كاين ثلاثة شركات فقط، اللي هي أورانج واتصالات المغرب وإنوي، لكن هناك شركة أخرى هي أرخص، يعني العروض ديالها أرخص واقتصادية. هذه عندك اتصالات المغربية، هذه أورانج، هذه انوي. بزاف ديال الاخوه كيسحبوا هذه، اللي هادو هما اللي كاين فقط يعني في السوق. كاين شركه اخرى اللي هي اقتصاديه جدا يعني، وعندها عروض زوينين صراحه، وهي اللي انا معاهم دابا حاليا تقريبا 3 سنين تقريبا مزيانه يعني. هي وين هي هاد، بما اننا كنستعملوا الانترنت بزاف، عروض مزيانه في هاد الشركه هادي. وبزاف ديال الاخوه ما عرفوناش كيسحبوا، كاين فقط الشركات الاخرين اللي عندهم اثمنه غاليه وعروض محدوده، يعني عندهم عروض هما اللي كيفرضوا عليك. هاد الشركه لا، انت كتختار العرض اللي بغيتي، يعني كتختار العرض اللي بغيتي وكتخدم به مزيان، انترنت سريع، كل شيء مزيان عندهم صراحه. وين خاديه الريزو ديال انوي، يعني دايره شراكه مع انوي وخاديه الريزو ديالها، يعني مزيانه في الانترنت، في المكالمه، في كل شيء. ايجابيات بزاف، ولكن عندها سلبيه واحده. السلبيه ديالها هو انها هي التواصل فقط في الانترنت، يعني فقط في الابليكاسيون، وكيحلوا المشاكل. يعني اي واحد عنده شي مشكل وشي حاجه فعلا كيستاجبوا كيحلوا المشكل. اذا كيفاش غنخدموا بها وكيفاش غنستعملوها؟ غتمشيو لجوجل بلاي وغتنزلوا التطبيق ديالهم، انا نوريكم كيفاش. غتكتبوا وين، هاي سي وين، وغتنزلوا التطبيق ديالهم. انا عندي التطبيق ديالهم ديجا، نوريكم كيفاش كيخدم. يعني المهم هذه فكره نشاركها معكم، واللي مهتم ولا شي حاجه نشرح له كل شيء، ماشي مشكل هذه. المهم غتمشيو للتطبيق ديالهم اللي غتنزلوه، غتدخلوا التطبيق غتلقاو على الشكل هذا، غترجعوا باللغه العربيه، راه فيه اللغه العربيه، ترجعوا هكا. كيفاش اذا كيفاش غتستعملوه؟ هنا لتحت كاين انا زبون وكاين اصبح زبون. انا زبون كتكون ديجا مشترك معاهم و يعني واخد الخدمه ديالهم. اصبح زبون يعني كتكون يلاه بادي، كتكليك عليها هكا، وهنا في كاين الخدمه، يعني ها العروض ديال مية. هذه عندك ثلاثه ديال المؤشر. التحتاني هذه رسائل غير محدودة، هذه كيعطيوها ديجا الإنسان، يعني رسائل غير محدودة، مثلا ميساجات، ولكن كيبقى الفوق الانترنت، هادو ديال الانترنت، هاد السطر الفوقاني، وهادي ديال المكالمات. وهنا الأسعار الفوق، هنا الأسعار، يعني أقل عرض مثلا عندهم هو هذا، يعني أقل عرض عندهم هو هذا اللي هو 15 جيجا وساعة مكالمة 49 درهم الفوق. كنتي محتاج الانترنت بزاف كتزيد هذا المؤشر الفوقاني، هذا السطر الفوقاني كتزيدو، ها هو كيعطيك 20 جيجا، والفوق كيعطيك الثمن 35 كتزاد يعني، وهكذا يعني كتشوف اللي كيسلك، حيت كاين اللي كيستعمل المكالمات بزاف كيخدم بهذا المؤشر، والانترنت كينقص منه وكيشوف السعر الفوق. المهم في الاول كتختار الباقه اللي باغي وكتكليكي على استمر. هنا كيقول لك اختار هذا الرقم، هذا يعني هذا هو الرقم اللي غيكون ديالك. هنا كيقول لك احتفظ برقم الحالي، من الاحسن الانسان يشوف رقم جديد هذا الفوقاني، ما يديرش الرقم ديال الحالي باش ما يوقع له شي مشكل، صدق لا هو جديد لا هو قديم. فمن الاحسن الانسان يطلب رقم جديد، يعني اختار الفوقاني هكا، وهنا يسجل بالجيميل، الجيميل راه ساهل، ويكمل الاجراءات، يعني اجراءات عاديه، يعني العنوان، اسم، في الاخر كتصور البطاقه الوطنيه من الامام ومن الخلف، صافي وكتخلص. هنا تخلصوا بثلاثه الطرق، انا نوريكم الطرق اللي كيتخلصوا بها. كيصيفطوا لكم البطاقه اللي هي ديال كارت سيم حتى للدار، كيصيفطوا لكم حتى للدار عن طريق الامانه، داكشي عندهم صراحه مزيان. يعني هذه هي الطرق ايها الاخوه باش كيتخلصوا. عندك ثلاثه الطرق باش كتخلص، عندك البطاقه الائتمانيه اللي هي البنكيه بحال مثلا السي اش، المهم. وعندك الطريقه الثانيه اللي هي عن طريق التطبيقات البنكيه، بحال مثلا هنا كيبان لكم قرض فلاحي، كاين السي اش، عندك بريد بنك، عندك البنك الشعبي، المهم التطبيقات البنكيه. والطريقه الثالثه على ما عنده حتى شي حساب بنكي كيستعمل انوي موني. انوي موني هو واحد التطبيق خارجي، واحد التطبيق دايره انوي، تطبيق بحال الشكل ديال المحفظه ديال الفلوس، يعني محفظه ديال الفلوس كتفتح فيها حساب وكتمشي عند لاجونس ديال انوي كتقول لهم بغيت نعبئ انوي موني، تعطيهم الفلوس اللي باغي تعبئ بها مثلا 100 درهم ولا 200 درهم وكيدخلوها لك في الحساب ديالك عن طريق الرقم ديال التليفون ديالك. المهم هادو كاملين اللي بغى عليهم شي شرح يعني وكان مهتم، ونشرح لهم شي مشكل هاني. هادشي اللي كاين ايها الاخوه، وتبارك الله عليكم.